هنا اليوم ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم رح نعمل بريو الشوكولا، رح نجهز عجينه. هي العجينه لحالها انا اذا خبزتها رح تعطيني نتيجه كثير طيبه، بس مثل العاده يعني انا دائما بحب اعطيكم افكار. رح نحشيها بالشوكولا واكيد رح نلون العجينه لحتى يعني هيك تطلع معاكم لسه على احلى وعلى اطيب. عندي بالنسبه للعجينه اكيد رح بلش فيها، عندي 4 كوب من الطحين، رح اضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة. اليوم الخميرة ما رح أحطها مع السوائل، رح أحطها دغري بقلب العجينة. عندي هلأ بالمكونات عندي بياض بيضة، فمشان هيك رح استعمل معلقة صغيرة من الفانيلا، وعندي 1/4 كوب من السكر باعتبار أنه بريوش لازم تكون حلاوة العجينة ظاهرة، فعيرت 1/4 كوب من السكر. هلأ هدول رح خلطهم مع بعض. قبل ما أخلطهم خليني هون عندي كوب من الحليب دافي، يعني يكون الحليب دافي، رح ضيف عليه معلقة كبيرة من الخل، الخل الأبيض. هلأ هذا الخليط اسمه البتر ميلك، هو يعني بالوصفات الأجنبية بيكون موجود عندي يعني جاهز، بس نحن فينا نعمله بالبيت. انه انا ختر الحليب بمعلقه من الخل اكيد بتساعدني بقوام العجينه. اذا بدنا يعني نحن كيف نحصل عليها، وقت بنطلع الدسم من الحليب ان كان للزبده او للكريمه، بيضل عندي سائل اكيد يعني بعد ما يتجمع الدسم او الفات بيضل عندي سائل، هو هذا البتر ميلك بنستعمله للمعجنات بشكل عام. ومثل ما قلت يعني انا فيني مثل ما بنعمل القريشه بفرط الحليب شوية خل وبستعمله اكيد رح يعطيني نتيجة كتير منيحة. هلأ هون المكونات اللي ضفناها، الطحين مع الخميرة مع الفانيلا مع السكر، رح خلطهم كتير منيح بعدين ضيف. هلأ رح تشوفوا كيف قطع عندي الحليب، رح نضيف الحليب بهذا الشكل، شايفين كيف قطع عندي؟ هذا هو القوام اللي بيساعدني اكيد بالعجينه. وهي يمكن الفكره اجت انه في سائل عم بيضل وقت عم نعمل الزبده والكريمه، وقت بنعملها مثلا بالبيت في سائل الواي بيضل، فهذا ممكن نحن نستعمله بهيك نوع من المعجنات يعني نستفيد منه بدل ما ينكب اكيد. هلا هون رح اعجن بايدي كثير منيح، رح بلش اعجن بايدي ورح احكي عن باقي المقادير. هلا هون مثل ما قلت يعني انا عندي المكونات لسه ما ضفت الدسم عليهم، فرح اعجن كثير منيح ليبلش عندي الجلوتين يتفاعل. بعدين رح اضيف عندي 1/4 كوب من الزيت، عندي بياض بيضه، وعندي 1/4 كوب من او ربع قالب من الزبده. هلا هون وقت تكونوا عم تعجنوا العجينه بتلاحظوا انه هي شوي ناشفة، بتحسوا انه لسه بدها سوائل، بس انا عندي الزبدة والبياض البيض هدول دائما نحن بنعتبرهم من السوائل اللي بتدخل بقلب العجينة. يعني انا لما ما بيكون عندي هدول المكونين كل 3 كوب من الطحين بدي كوب من السائل، بس لما بيكون عندي زبدة وبياض بيض او بيضة كاملة بقلب العجينة بهيك حالة بدي خفف من كمية السائل، لأنه هدول أصلاً نحن بنعتبرهم من المكونات السائلة. هلأ هون أنتوا عجنوا منيح، يعني كل ما عجنت أكثر كل ما عطتني تفاعل الجلوتين عندي وعطتني نتيجة أكيد أحسن. بس أنا مشان الوقت رح نزل هلأ 1/4 كوب من الزيت النباتي. طبعا ما بستعمل هون زيت زيتون لانه اكيد الوصفه هي حلوه، فزيت الزيتون ما رح يزبط معها. عندي بياض البيضه والصفار هلا رح نحكي عنه، رح نستعمله لدهن الوش. هلا هون المفروض انا ارجع اعجنهم ونزل بعدين قطع الزبده بالتدريج، بس مثل ما قلت يعني انا مشان الوقت رح بلش خلط فيهم ونعجنهم. يعني انا دائما بحط مكونات العجينه بس ما بنعجن مع بعض العجينه. اليوم هيك حبيت ناخذ وقتنا لحتى تشوفوا كيف يعني قوام العجينه، وما بلبككم اذا ببين عندكم قوام العجينه. هلا هون بيكون بتحسوه شوي طري شوي دبق. بهيك حاله انا بدي ضل عم بعجن العجينه لحتى يعني ما تضيفوا لطحين من الاول، عجنوها 5 دقائق 10 دقائق وبعدين بتقرروا. يعني أنا مو من هي المرحلة، إذا ببين عندكم عجينتي لسه طرية لسه بتحسوا فيها سوائل. فشو بيصير في ستات بيوت بيقولوا إنه العجينة طرية بدها طحين، لا مو هلأ بقرر أنا إذا بدها طحين ولا لا، بدي ضل عم بعجن 5 دقائق ل10 دقائق. وهلأ أنا رح نزلهم على الطاولة وبلش أعجنهم، بعدين
ببين عندي إذا كانت محتاجة لطحين، بس على الأغلب ما رح تحتاج لطحين، يعني أنا رح ضل أعجنها، وبالفقرة الثانية رح خبركم أنا إذا ضفت لها طحين أو لا، بس على الأغلب ما رح ضف لها شيء، ورح تشوفوا كيف رح يصير قوام العجينة. هلأ اللي رح أعمله بعد ما عجنها تقريباً 5 دقائق 10 دقائق، يعني طبعاً هي الحركة بتوجع الإيد، إذا عندكم عجانة طبعاً يفضل أنه استعمل العجانة إذا في كهرباء طبعاً، إذا ما في بضل عم بعجن ولبين ما تتشكل عندي العجينة. هلأ اللي رح أعمله أنا تحت الهواء بغيابكم، رح أخذ نص هاي العجينة وأخلطها مع معلقتين من الكاكاو. بالفقرة الثانية رح تشوفوا كيف رح يكون قوام العجينة، بكون جهزتها وحضرتها العجينة البيضة والعجينة السوداء لحتى نشتغل فيها. رح نرجع لعند هبة ورد نتابع باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم بفقرتنا الثانية. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا. اليوم عم نعمل بريوش بالشوكولا. حضرنا العجينة، عندي هون العجينة البيضة فرجيكم إياها على السريع. العجينة قسمتها نصين، تركت وحدة مثل ما هي بيضة، ما ضفت لها أي طحين. بعد ما انعجنت بعد ما عجنتها منيح أكيد لقيت إنه العجينة ما بدها أي إضافات، بس الإضافة الوحيدة إنه نص العجينة الثانية حطيت لها معلقتين من الكاكاو. وقتها إذا حسيتوها نشفت ممكن تحطوا لها معلقة أو معلقتين من الحليب، أنا ضفت معلقتين أكل من الحليب لأنه أكيد الكاكاو رح يرجع ينشف لي العجينة. طبعاً محضرة أنا عجينة من قبل لأنه هي العجينة لازم أتركها مغطاية ليتضاعف حجمها لبلش اشتغل فيها، وبعد ما احشيها قبل ما افوتها على الفرن كمان لازم اتركها تقريبا 10 دقائق اكيد لحتى تعطيني نتيجة منيحة. هلا هون عندي كل نوع عجين، كل لون قسمتهم 10 اقسام، اذا عم نحكي ميزان تقريبا 50 جرام كل وزن قطعة. مديتها الاولى البيضة وبحاول الثانية كمان السوداء اللي فيها كاكاو إنه مدها بنفس الحجم، إذا طلعت مو نفس الحجم بحاول هيك بإيدي، يعني تقريباً ما أنا معقدة القصة يعني ما تاكلوا هم. رح أحط شوية طحين وبعدين ارجع بعد ما أحط اللون الثاني ارجع مدها، هون أنا عم لزقهم على بعضهم طبعاً بالطول وبالعرض، بس بدي إياها شوي يعني بالطول شوي أطول مشان أقدر أحشيها. هلأ بالنسبة للحشوة أنا هون نقية الشوكولاتة السائلة أو الشوكولاتة دهن، إذا موجودة عندكم بتكفي، بس أنا رح أحط معها كمان قطع من الشوكولا. هلأ هاي الشوكولا أنا بعرف أنه رح تعذبكم بالشغل، يعني شايفين بتصير بتلزق. عندي حل من اثنين، يا أما بحطها بالمايكروويف 30 ثانية بتصير سائلة أكثر بقدر أتحكم فيها، أو ممكن حطها بالفريزر، حطها بصينية يعني مدها بشكل طبقة تكون ما نسميكة، حطها بصينية وحطها بالفريزر بتقوم بتجمد عندي، بعدين بقطعها بالحجم اللي بدي إياه وبحشيها، يعني هيك ترجع أسهل. مثل ما قلت مع الشوكولا السائلة رح أضيف شوكولا قطع، يعني أنتو فيكم اللي موجود عندكم تحشوا فيها. طبعا هون ثلاث ألوان، الدارك والميلك والوايت الغامقة والشقرة والبيضة، يعني مثل ما قلت، أو إذا عندكم بس شوكولا سائلة ممكن بس تحشوها بالسائلة، هي بترجع أنتو شو حابين وشو اللي موجود عندكم. بعد ما غطي الحشتين بالفرن بياخدوا تقريبا 15 ل 20 دقيقة. هلأ رح ترجعوا وأنا رح أرجع معاكم لنتابع باقي فقرات صباح الخير، وبرجع بلاقيكم بنهاية الحلقة لتشوفوا الشكل النهائي لوصفتنا لليوم. سعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا بريوش شوكولا بحشوة الشوكولا السائلة أو القطع اللي متوفر عندكم واللي بتحبوا أكيد فيكم تحشوا فيها. أول ما تطلع من الفرن القطع إذا بدكم حطوا برش شوكولا كمان على الوش، وهي سخنة في قسم منها رح يدوب ويلزق عليها والقسم الثاني هيك رح يضل تشنكي على الوش. إن شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، جربوه وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة.